لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا كلاسة كلاسة صدى صدى القمرة 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 صالح بن حمد القمرة ينتزع الشلفة الفضية في أقوى المواجهات الشلفة الفضية للسندباد صالح بن حمد القمرة فيها صدى ملك صالح بن حمد القمرة النابت وهذا هو خالد بن حمد القمرة والمضمر محمد بن حمد الوهيبي وعدد من أبناء وأشقاء صالح بن حمد القمرة محمد بن حمد الوهيبي تستاهل فوز صدى وانتزاع على الشوط المفتوح أقوى أشواط الثنايا استاهل الخير وعافية أبو بريك انتزاعك لأقوى أشواط الثنايا في هذا المهرجان أكيد فخر واعتزاز نعم أنه فخر واعتزاز وشرف بعد نعم وشرف كيف خطط محمد الوهيبي لهذا الشوط داخل باسم واحد غيرك من الشعارات داخلين بأربع وبخمسة أسماء وأقل شيء باثنتين وثلاث والله ما في تخطيط صدى هي اللي سوت التخطيط بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الشوط والله مسارها سار الشوط من دبرت في الأوليات والحمد لله صار من صالح الشوط وإنجازاتها وسلالتها والله إنجازاتها قبل لمي الوالد التجهيزية وفي لمي الوالد حصلت على سيارة والحمد لله اللي لحلناها للشوط حطنا في الشوط والسلالة والله سلالتها على مبليش السعدون ومهم هجنة وجهك هذا الفوز انه مسلم انت هدي والله هدي لصالح بن حمد القمره وانجاله واخوانه والمشجعين هذا الشعار كافه شفت نوم سلابته لابته وقفته شوميله شوميله شوميله